واحد اثنين ثري ابدأوا. تحتاجوا الفرن شيء؟ لا ما تبغي. ما نحتاج. حق قشر الموز. شكلك ما تاكلي فواكه كثير مع انه انت بتدرس طب المفروض تعرف ايش فوائد الفواكه. المفروض بس ترى دائما الدكاتره يدرسون طب ما يسوون. والله ليش؟ يعني انت اكثر واحده المفروض ينتبه على صحته. لاني ادرس الشيء هذا. صح؟ تقريبا. ايوه. وتعرفي كمان انه انت از دكتور المفروض كمان ما تعملي بيرسينج ولا اشياء زي كذا. عشان ما تعدي البيشنتس او يصير في صح؟ بس هذه ما لها دخل بالطب. الا بس انت حتصيري دكتوره مستقبليه. حتى كمان ايمج وايز. إيه لو سمحتي معلش تاخذين اوكي خليك بصحن هناك الله يخليك. لا لا عندك شي تيك ات. ها شي تيك ذا ستروبري. اخذت الستروبري. ابي ستروبري. من مخك؟ مين اخذت منها شيء انت؟ لا 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 معلش 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 عشان اكون هذا اتصال مو مشكله تفضل معلش. انت سنه كم دحين؟ احترموا القانون المسابقه بليز. ها اوكي طيب ما في مشكله. سنه كم دحين؟ خلينا في الطبخ احسن. لا يعني عشان اتعرف عليك عشان اعرف انا بهزم مين. انا جاي اخلص شغلي وبس. طيب واضح انه لسه انت اولى وثانيه صح؟ ليه عشان شكلي؟ ايوه. maybe you're right maybe you're wrong. ممكن صح. ممكن اسرع اسرع اوكي. حناخذ فاصل قصير وبعدها راجعين وحنكمل نشوف ايش حيصل مع الفروت سلطة. We come to work. انت عارف ان انا ححزمك ولا لا؟ عادي طيب. مسحي هنا اسنانك يا راج. ايش فيكي غيرانة؟ ليش اغار يا ماما؟ لا مرة بس مسحي مظبوط. مسحي مالك دخل. او ماي جاد. عشان 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 اسنانك يعني عارفة عشان انت على التلفزيون ويعني برضو ابى البنت اللي اهزمها شكلها مرتب. اوكي اهتمي بشغلك احسن. تفضلي. هنا المناديل وهنا في المناديل. ترى مرة عيب، عيب تقولي ذي الكلمة. لا تتدخلي. طيب لأنه في ناس هنا ولازم تحترميهم. إيش تبغين بالضبط أنتِ؟ طيب خلاص لازم فوزي. لازم تحترميهم. لازم تحترمي الناس اللي أكبر منك. يعني صح ولا لا؟ ولا لسه الحياة ما علمتك إنه أنتِ لازم تحترمي؟ خليكي في شغلك طيب. أنا في شغلك. خلاص لا تكلميني، أوكي. خلاص. خلاص مبروك. يعني جهزي طبقك زي الناس، ترى من دحين شوية حيجي الشيف وهذا. ولا ما تبي تفوزي؟ ما ابي افوز. ما تبي؟ اي ما ابي افوز، عندك شيء؟ طيب شوفي عشان يكون لذيذ. سكر. واضح انك انت مره تحبي السكر صح؟ تحبي السكر؟ ايش وضعها؟ تحبي السكر ولا لا؟ ايش فيه؟ ما حد يتكلم. وين المخرج؟ شو وضعها هذه؟ كلمها. خلصتوا؟ يلا حرجع. خلصتوا حرجع. او ماي جاد خربت الصحن. ابي صحن ثاني. هي ورجعنا لكم بعد الفاصل. وين وصلتوا؟ حط سكر. هي حطت سكر. ابي صحن ثاني. همس صح؟ بليز انا قلت ما حد داخل الصحن الثاني. ليش اسمي همس؟ الان حنشوف انتهى الوقت. معانا الان الشيف العالمي الشيف السعودي اللي نفتخر فيه الشيف ابراهيم سليمان. الله يبارك فيك.
يا هلا اهلا وسهلا يا هلا كيف حالك؟ شلونكم؟ اخباركم؟ الله يخليك. اني قابلتك اليوم يا هلا. انا اتابعك في كل مكان والله. ايوه يشرفني والله. يشرفني. يا هلا وسهلا. راح اكون مبسوطه لو انت اكلت من اكلي. ايش طبق اليوم؟ فروت سلطه. فروت سلطه؟ جايبيني البرنامج عشان احكم فروت سلطه؟ والله عشان انا ما اقدر احكم مشكله، انا يعني انا مقدم ما بقدر احكم. ف بس جايبيني هنا عشان احكم فروت سلطه. يلا ما جربه قبل لا تحكم. جربه قبل لا تحكم، مالك من الشكل يعني. طيب هذه ايش 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 حاطه فيها غير الفاكهه؟ بس هي الفروت سلطه فيها فاكهه. بس فاكهه؟ ايوه حطيت عليها ليمون عشان كذا تكون شويه حامضه. كيف؟ كويسه كويسه. طبق فرنسي. What is this؟ سلطه على الطريقه الفرنسيه، جربها. ما انا فاهم. موز وفراوله وسكر؟ ايه هذا طبق مشهور في فرنسا. والله؟ تجربه. ايوه. في اي مدينه في فرنسا؟ فرنسا كلها يعني، ما في مدينه محدده. بنانا سبليت يعني وكذا مثلا تقريبا. انا 3 سنوات جالس في باريس وطبخت وجلست مع فرنسيين، ما شفت حاجه يعني زي هذا يعني. شف قبل يقول لك وصلك كذاب لين الباب. كمل. معلش معلش، الالفاظ الجارحه دي بليز، مو عندي هنا في البرنامج بليز يعني، معلش. طيب ناكل اكل الموزه مع الفراوله ولا اكلها لحالها؟ ما ادري صراحه. اللي تحب عادي. ما ادري يعني كيف ياكل الطبق. غالبا ياكلونها لحالها. كيف ياكل الطبق هذا؟ تبي تبي عنب؟ ما تبي عنب؟ ممكن بالسكر وبدون سكر، ضرب الاثنين. موز وسكر. فراوله وسكر. ممكن بدون سكر. راح ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم بعد شوي عشان نعرف نتيجه المسابقه. خليكم معانا. شيف شيف انت قول لي النتيجه. Just go away from me. ما تبي؟ انت مريضه؟ لا ماني مريضه. انت كبيره صحيح؟ اوكي كبيره. انت لازم تكونين. تبي مويه؟ انت كبيره؟ تبي مويه؟ انت كبيره فحطي عقلك براسك. تبي؟ اكيد شكلك متوتره لانه باين انك ايش فيكي؟ ايش فيكي؟ تبي؟ انت ايش تحسي فيه؟ ما احس بشيء، انا بس خايفه على مشاعرك. مالك دخل في مشاعري؟ لانه واضح انك انت مره متوتره. انا مره متوتره؟ انا قلت لك اني متوتره؟ لانه باين البادي لانجوج عندك، باين انه مره متوتره، حتى شفايفك بدا كذا تتهزهز. او ماي جاد ستوب. ليش ما حد يتحرك يوقف هالمجنونه؟ لو سمحتي عيب. خلاص اوكي وخري. لا تقولي علي مجنونه، عيب. طيب ايش تبغين؟ ايش تبغين؟ اباكي تشرب. ما ابي اشرب. الا عشان اشربي انت. لا ما ابا ما ابا ما ابا اشرب. كذا بتوسخ استديو كذا عادي؟ ايش طبعك انت؟ تعالي تعالي تعالي. وين وين تغريد وين؟ ايش المتخلفة هذه جايبيني عند واحدة مجنونة؟ سوت لك؟ قاعد تكب الموي علي، متخلفة وكلامها. معلش حنهي البرنامج، حنهي البرنامج، تفضلي معي. معلش حقك علي. لا انت لازم من جد اشتكي عليك، انت ما تعرفي من انا. معلش انهي البرنامج، معلش معلش تغريد، معلش حنهي البرنامج وانا اخذ لك حقك. معلش مستحيل. معلش انت ما تعرف من انا، بس حوديكي ورا الشمس. معلش 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 حنهي البرنامج دقيقة بس. 6 دقايق بس. حطيني مع هذه ليش؟ خلاص ما حنحطك معه، بس هو ينهي ويحط عن هي حدة. هي هي كذا. أيوة. طريقة البرنامج هنا صارت من نصيبك، بس معليش حقك علي. أيوة. أيوة. خلينا ننهي يعني راح ننهي الحلقة الحين، ننهي الحلقة إن شاء الله على خير وكذا. يا همس همس مرة حساسة. لا 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 أنا بصراحة يور ريلي دنت نو مي. لا كذا كذا
كذا كذا لعبة أطفال بصراحة يعني. إيش لا هي اللي مسبب المشاكل؟ أنت شيء؟ هي؟ عيدي عيدي الكلمة. كم داون يا لا 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 أو ماي جاد إيش تبغين أنت؟ أنت اللي إيش تبي؟ جاية بالغصب مو انت شجاعة؟ قولي الكلمة في وجهي غصبا عندك شجاعة. بابا تفضلي عيد الكلمة اللي انت قلتيها. You don't even know me. يعني ايش يعني حتكوني؟ ما تعرف ان انجلش that's your problem. انا طب مين انت حتكوني يعني برضو حتى انت ما تعرفي مين انا. I don't care. I don't care who are you. So شوف get out. ما بنرجع على الهواء. روحي مكانك. الهواء احنا ولا فاصل؟ لا فاصل. تراني من جد تعبانه واصله حد من الصبح عندي شغل. سو تفضلي مكانك. خلصتوا؟ تفضلي. كنت تعبانه من الصباح. Oh my god. طب خذي سكر. كم عمرك؟ كم عمرك؟ عشان يزبط معاك. كم عمرك؟ خذي السكر كذا اوفر بليز بليز اخت همس كذا لا كذا لا انت تضطريني صراحه لا 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 بليز بليز كل واحد مكانه بليز بليز راح ارجع لهم اوكي تفضلي تفضلي ورجعنا لكم مره ثانيه طبعا بعد ما ذاق الشيف ابراهيم الطبقين ف شيلي شعرك شيل شعرك عشان الاكل طبق هذا صراحه ما شفته من قبل يعني فبضطر اقول ان هذا الطبق هو الفائز اوكي راح نعلن الان الله يسعدك والفائز في هذا اليوم لافضل طبق طبق الاخت تغريد بالمقلب اللي اخذته اليوم احنا اسفين تغريد شعرك من اول بيجي على المايك ومسببت لنا اهلا معك ود اسامه الممثله كيف كان المقلب اوه ماي جاد مستمر شكرا 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 باكي طالع على الكاميرا وتقولي انا موافقه ان انا اذيع الحلقه انا موافقه اذيع الحلقه